اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا كل الذنوب واستر لنا كل العيوب وتب علينا لنتوب يا غفار الذنوب. اللهم يا قابل التوب قبل توبتنا، اللهم قبل توبتنا، اللهم لا تصرفنا هذه الليلة إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الأوابين، واجعلنا من عبادك الخاشعين الصادقين الصابرين الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك تتنزل إلى السماء الدنيا في هذه الساعة تنزلا يليق بكمالك وجمالك، تقول هل من سائل فأعطيه، هل من ذي حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم وقفنا ببابك سائلين، وقفنا ببابك منكسرين، وقفنا ببابك مذنبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اختم لنا بخاتمة
السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. لا تصرف عنا رمضان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم وفقنا إلى ليلة القدر، لا تحرمنا أجرها ولا ثوابها. اللهم اكتبنا من عبادك الخاشعين. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اصطفينا برحمتك وعفوك يا الله. اللهم اصطفينا بعفوك ورضاك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم آوي جرحاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم كن لهم عونا وناصرا ومعينا. اللهم ارفع عنهم الكرب والبلاء. اللهم فرجا عاجلا لهم يا رب العالمين. من لهم غيرك يا الله لا نملك لهم إلا الدعاء، ودعاؤنا سلاحنا. اللهم فاقبل دعاءنا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، ارفع مقتك وغضبك عنهم، لا تسلط عليهم بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فارزقه الصحة والعافية، ومن مات منهم فاغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ولقنه حجته، واجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أفسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم اجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا في هذه البلاد بالإسلام قائمين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاقدا يا رب العالمين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة في هذه البلاد فقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين، وثبتنا على الدين وعلى الإسلام حتى نلقاك يا رب العالمين، نحن وذرياتنا من خلفنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.